حلقتنا الأخيرة عن مع مسحة عن العمل الإنساني والتطوعي يلي عم تساهم بجزء من تكوين مشهده جمعية الشباب الخيرية لتحقيق نموذج رائد في العمل التنموي بحسب رؤية الجمعية. لحتى نحكي أكثر عن أنشطة الجمعية بالفترة الحالية صباحنا غير مع عمر عمران صباح الخير ونورة العلي متطوعين بجمعية الشباب الخيرية. صباح الخير نورة. صباح الخير عمر ورمضان كريم. اهلا وسهلا. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. بالبدايه عمر، جمعيه الشباب الخيريه من 2005 لليوم مستمرين انتم بالرغم من كل الظروف يلي عشناها، جمعيه الشباب الخيريه موجوده وبقوه. كمان خلينا نحكي لمحه عن جمعيه الشباب. هلا اولا جمعيه الشباب هي جمعيه خيريه تم تاسيسها بعام 2005، أشهرت برقم 2114. طبعا بلشنا بامكانيات جدا ضئيله وبسيطه ومتواضعه، وبفضل من رب العالمين قدرنا نحقق بهي الفترة إنجازات كتير عظيمة وإنجازات كتير كبيرة، لحتى وصلنا يعني بعدة مجالات، المجالات الإنسانية، المجالات الثقافية، المجالات الاجتماعية، وعندنا كمان المجال الطبي هو الرائد بجمعية الشباب. إذا فينا اليوم نحكي عن المجال الطبي بجمعية الشباب، هو بيضم 9 مراكز طبية ومن بيناتها مركز بمنطقة ضاحية تسيا، وهو عبارة عن مركز طبي، هو فيك تقولي اقرب لمشفى لانه فيه عيادات شامله، فيه ايكو، فيه اسعافات اوليه، فيه اسعافات اسعاف 24 ساعه، وفيه صيدله، وايضا فيه مخابر تحليل، وفيه تقدم فيه كثير اهتمامات طبيه. نوره رح انتقل عندك. صباح الخير رمضان كريم. يعني بالبدايه حكينا هيك شويه لمحه، ولكن خلينا نحكي عن اهم الايفنتات والمشاركات المجتمعيه التطوعيه يلي قمتوا فيها بالفترات الماضيه وخاصه باشهر رمضان المباركه. تمام. هلا نحن عملنا كثير مبادرات. هلا في منها اول شيء نحن عملنا مشروع دعم نفسي بالغوطه ومراكز الايواء، زرنا مراكز الايواء، عملنا جلسات جماعيه وجلسات فرديه وانشطه ترفيهيه للاطفال. عملنا مشروع تمر مي حاليا برمضان. شو هو تمر مي؟ شو هو هذا المشروع؟ تمر مي هو انه نحن وقت الاذان عم نطلع، في عندنا فريقنا التطوعي عم نطلع على الشوارع، كل حدا متاخر عن فطوره عم نلحقه وعم نقدم له تمر ومي. كلمات اللي عم نسمعها والابتسامات اللي عم نشوفها على وجوه العالم عم تخلينا ننسى انه رحنا تاخرنا على فطورنا، وعم تعطينا طاقه مشان نبلش يوم جديد من اول وجديد، نرجع نعمل كل شيء عملناه من اول. نحن كنا طاقه يعني. في عندنا مبادره حاليا، مبادره ال 2000 سله اللي هي الحمله الوطنيه للاستجابات المجتمعيه الطارئه. هي جهزنا 2000 سله، كل يوم عم نجهز قسم وعم نطلع نحن نوزعه بالمناطق الاكثر ضررا، المناطق اللي انهكتها الحرب، الغوطه مثلا عم نطلع لهنيك ونجهز، ونطلع ثاني يوم دغري نوزع للاسر الاشد فقرا. شو عن المبادرات؟ يعني مبادرات كثيره، مو بس بشهر رمضان الكريم، بباقي ايام السنه. تفضل عمر. هلا نحن هي المبادره اللي اطلقتها الحملة الوطنية، هي نحن عم نشتغل ضمن الحملة الوطنية اللي اطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. okay. ونحن كجمعية الشباب من احساسنا بالمسؤولية تجاه المجتمع طبعا اطلقنا okay. مبادرة لحتى نوزع 2000 سلة مثل ما ذكرت الأستاذة نورة. نحن حاليا تم توزيع ما يقارب 1500 سلة. وطبعا ضمن خطة عمل هي اقامتها إدارة الجمعية بعد ما عملت استقصاءات وكشوفات على المناطق الأكثر عوزا. وحاليا وزعنا اكثر شيء بمنطقه دمشق وريف دمشق، واضافه لذلك نحن مستمرين حتى لبعد رمضان. انتم كم شخص مستمرين؟ نحن تقريبا فريق المتطوعين بجمعيه الشباب 200 شخص بيتم التواصل معنا على حسب الحاجه الجمعيه، حسب الكادر اللي بدهم يطلعوا على المنطقه اللي بدهم يطلعوا فيها. تمام. بيتم في عندنا بالجمعيه قسم خاص بالمتطوعين، في المسؤولين عنا هن بيتواصلوا معنا على حسب الحاجه. تمام. 200 شخص. خلينا نحكي عن روح العمل الجماعي، خلينا نحكي عن بالظرف الكورونا شو كمان قدرتوا تعملوا، وشو هي خطتكم لبعدين، شو هي خطتكم المستقبليه؟ تمام. نحن بسبب جائحه الكوفيد 19 نحن كفريق المتطوعين حاليا سمعنا اخر فتره انه تم فتح المساجد. تمام. ونحن بجمعيه الشباب بمنطقه دمر المركز الرئيسي قمنا بمبادرة لتعقيم مساجد قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة، وهذه المهمة عم يقوم فيها فريق المتطوعين. يعني عم نتوزع تقريبا 5 أشخاص
كل خمس أشخاص على مسجد، وبتحوي المنطقة تقريبا بحدود الخمس مساجد. تمام. نحن طبعا الجمعية مستمرة وفريق المتطوعين مستمر لحتى نحقق المساعدة للأشخاص. نعم. ونساهم تنمية هذا المجتمع ونقدم خدمات للفقراء. نحن أهداف الجمعية هي كثيرة طبعا وإنسانية، هي من رعاية الأيتام، من رعاية ذوي الاحتياجات، وأي حدا بحاجة. أكيد نحن عم نتابع صور المبادرات يلي عم تقوم فيها الجمعية والشباب والصبايا كيف عم يوزعوا، إن كان بشهر رمضان المبارك وجبات الإفطار وإن كان بالأيام العادية. خليني أرجع لعند نورة ونحكي عن شوية، طرقنا مع عمر عن العمل التطوعي وأهمية هيك تكون إيد وحدة بأي شغل. اليوم العمل التطوعي بمجتمعنا الشبابي السوري كتير انتشر بفترة الظروف والحرب على سوريا، وعم نشوف كتير من المبادرات وعم نشوف كتير من الشباب حققت طموحات، حققت رضا لحالها ولنفسها من خلال العمل التطوعي. هالانعكاسات كلها خلينا ناخذ فكره عنها من خلال حضرتك. تمام. هلا اي مكان بنروح له بشكل عام، انه عم احكي انه انا كخريجه او حتى كطالب، اي مكان بنروح له نحن اول شيء بيطلبوا منا انه شو عندك خبرات، انت شو عامله من قبل، شو شاغله. فانه اي مكان بتفوتي له انت اذا ما كان في عندك عمل تطوعي، اعمال تطوعيه، شيء انت عملتيه من قبل، انت حترفضي اوريدي من هذا الشغل. فنحن لما نتجه للعمل التطوعي نحن عم نضيف شيء لحالنا، سواء كاشخاص او حتى معلومات بايدك، كشيء انت بيساعدك بالمستقبل، حتى تقويه شخصيه. تماما. هو كثير بينمي احساس بالاخر ايضا. مزبوط. الروح الجماعيه والعمل التطوعي، الأشخاص اللي عم يشوفهم اللي هن كمان مآمنين بهذا الشغل، مآمنين بالعمل التطوعي بالأعمال الخيرية، اندماجنا مع بعض، الروح الحلوة اللي عم تكون كتير عم تعطينا طاقة، كتير عم تخلينا نشوف لقدام إنه هذا المجتمع إنه بيتعلق ثقافته، كل ما زادت ثقافة هذا المجتمع كل ما العمل الإنساني كان موجود أكثر، كان كنا مؤمنين فيه أكثر. نحن توجهنا الطلاب والخريجين لأنه نتطوع دائما، الأعمال الخيرية نكون فيها موجودين دائما. هذا الشيء أكيد أضاف لنا كأشخاص كتير خبرات وكتير قيم، كتير حققنا شغلات، كتير عم تعكسوها لغيركم أيضا. تمام. يمكن من خلال تجاربكم. تمام. عم تنعكس مع غيرنا، عم نكسب أشخاص جديدة، عم نكسب مهارات جديدة، عم نحقق ذاتنا، عم نحقق إنجازات كتير كبيرة كتير حلوة، خصوصي هلأ بشهر رمضان. يعني عالم كانوا موجودين معنا من قبل بالمبادرات السابقة، وهلأ كمان في أشخاص عم تحكوا معنا. هي رسالتكم رسالة إنسانية وأكيد كتير كبيرة وقيمتها كتير عالية. عمر خلينا نحكي عن شو هي أهدافكم، وخلينا نحكي عن رسالتكم من 2005 لحد اليوم مستمرين حكينا، وبالرغم من كل الظروف احكينا عن رسالتكم كمان. نحن جمعية الشباب الخيرية يوم عن يوم عم تزيد خبراتها، عم تزيد تطور الجمعية أصلا. مثل ما قلت لك أولا أنه كنا مبلشين بإمكانيات كتير بسيطة، هلأ صار عندنا مراكز تعليمية بأجور جدا بسيطة. يعني نحن بنعمل دورات لطلاب البكالوريا وبفرعيها العلمي والأدبي، وبنعمل دورات تقوية لطلاب الصفوف الانتقالية، ودورات متابعة حتى لطلاب المرحلة الابتدائية. كيف ملاقي الإقبال؟ هلأ الصراحة نحن إقبال العالم على الجمعية هو نحن خاطبنا الفئة الأكثر يعني تضررا واحتياجا بالمجتمع. نحن هلا وقت تروحي تعملي انت مثلا صورة ايكو بسعر رمزي بجمعية الشباب، بينما تروحي تعمليها مثلا مبلغ كثير عالي ما قادرين العالم، او صورة بانوراما اسنان مثلا نحن بنقدمها بسعر جدا رمزي بالمراكز الطبية تبع الجمعية. نعم. نحن تطلعاتنا انه نساعد هي الفئة الأكثر تضررا الأكثر احتياجا، ان كانوا ايتام، ان كانوا ذوي احتياجات خاصة. عندنا مراكز تدريب وتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، وعندنا مراكز لرعاية الأيتام أيضا ضمن الجمعية، ضمن الكوادر الجمعية. ونحن عملنا كثير مشاريع مثل مشروع الكسب الحلال، وهذا كان بخاطب السيدات طبعا بالمجتمع. تمام. اللي هو المعيلات. نحن فتحنا ورش خياطة وتم استقطاب العديد من النساء والسيدات لحتى نعلمهم الخياطة ويبلشوا بمشروعهم الخاص أصلا.
وهذا طبعا ريح هذا المشروع بيعود لقسم الايتام، وكان عندنا كثير مشاريع ومبادرات، وان شاء الله نحن مستمرين بالعمل مع الجمعيه. ان شاء الله اكيد عمر، وانا راح كثير بدنا نشكركم، وبدي اتشكر كل اعضاء الجمعيه، وان شاء الله هيك بتزدادوا اعداد واعمال خيريه وبتساعدوا الغير. شكرا كثير لكم، اكيد بنشكركم، بنشكر وجودكم معنا وكل فريق جمعيه الشباب الخيريه، يعطيكم الف عافيه وكل عام وانتم بالف خير. وانت بالف خير يا رب. شكرا كثير لكم.